أكد المشرف على الحشد الشعبي محور الشمال أن تحرير قرية بيشير جسد وحدة العراقيين مشيدا بدور فرقة العباس والحشد الشعبي والبيشمركة وإدارة المحافظة. لقد اختلط الدم العراقي في هذه القصبة، وأرسلنا رسالتين. الرسالة الأولى إن العراقيين عندما يتوحدون فإنهم يحققون أهدافهم وينتصرون. الرسالة الثانية، هناك عدو واحد لنا جميعا وهم الدواعش. علينا أن نترك مشاكلنا الجانبية ونتوجه للقضاء عليهم. ومع انتهاء عملية تحرير القرية بدأت دائرة الكهرباء بتصليح خطوط التيار الكهربائي، كما بدأت فرق الهندسة العسكرية بإزالة الألغام والمفخخات من شوارع القرية. قرية بشير بأكملها، بيتها ومساجدها ومدارسها ومخفر شرطة بش بأكملها مفخخين، وقام نقدم جهود ده نقدم شهداء بهذه التضحية، نفك العبوات من الشارع من البيوت. بعد التحرير من أول يوم بدأت كوادر وزارة الكهرباء بالخصوص دائرة كهرباء كركوك بتطوير بمد الخطوط إداع كيفي إلى داخل قرية بشير وإيصال التيار الكهربائي. المواطنون طالبوا الإسراع في إعادة إعمار القرية وإبعاد خطر داعش إلى مسافات أبعد، مؤكدين أن القرية مدمرة بالكامل، إلا أنهم فرحين بالعودة. من الحكومة المركزية، من إقليم كردستان، من حشد الشعبي، أريد بلشي سواترنا يروح ليغاد حتى أهالي يرجع على ديرتنا. دواعش مر منها وجعلوا كل مكان خراب في خراب، ليس هناك شيء معمر، ليس هناك بيت يستطيع أي مواطن أن يسكن به أو مدارس. وبيتنا كلها مفجرة ومستوية ويا القاع، يعني ما بال بشي غراب ماخذينها. والحمد لله على كل حال، احنا اللي همنا أرضنا. تران داودي، الحرة، كركوك.